اهلا بحضراتكم. دلوقتي هنتابع الاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده ان شاء الله، وكمان هنعرف الماتشات اللي هتتلعب في الدوري المصري. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالمركز القومي للبحوث بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا هيعقد سلسلة ندوات بعنوان التأثيرات البيولوجية للتغيرات المناخية، رؤية مستقبلية وحلول مبتكرة. الندوات هتناقش الأصول الوراثية المصرية ودورها في التكيف مع التغيرات المناخية، كمان إلقاء الضوء على ضرورة الاحتفاظ بالأصول الوراثية المحلية النباتية والحيوانية والداجنة، لأنها بتمتلك بداخلها جينات متكيفة مع الظروف البيئية المحلية. لعشاء الدوري المصري موعدهم النهاردة مع 3 مباريات في إطار الجولة 14 من عمر المسابقة. هيلتقي حرس الحدود مع الداخلية الساعة 3:15 العصر، وطلائع الجيش مع الإسماعيلي الساعة 5، وإم بي مع فيوتشر الساعة 7 بالليل. النهاردة هتصل بعثة فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم إلى الدوحة تمهيداً لخوض معسكر تدريبي قصير ضمن جولته الشتوية لعام 2023 قبل السفر للعاصمة السعودية لمواجهة نجوم النصر والهلال بكرة بكأس موسم الرياض اللي هيقام على استاد الملك فهد الدولي.